السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض طاجن اللحمة النيف نيف الفرن، أحلى طاجن بأمر الله. ده كيلو إلا ربع لحمة من أي نوع لحمة أنتوا بتحبوه، مقطعة بالشكل دوت، والتقطيع على حسب ما أنتوا عايزين. ونص كيلو طماطم متقطع مكعبات، ونص كيلو بصل متقطع مكعبات، وتلات فلفلات حار متقطعين صغير، وراس توم صغيرة متقطعة بالسكين. ودلوقتي هنبدأ بسم الله. ودي البولة اللي هنحط فيها مكونات الطاجن. هنحط فيها البصل، وبعد كده الطماطم، كله خلطبيطة نايف نايف كده مع بعض. وبعد كده هحط الفلفل مع التوم. التوم مش فرمات، التوم مقطعاه بالسكينة. وبعد كده هحط التوابل، معلقتين فلفل اسمر، معلقة كمون، معلقة زعتر، معلقتين ملح، معلقة كزبرة ناشفة، تلات ورقات لورا، كل التوابل والملح بمعلقة صغيرة. هحط التوابل كده على اللحمة. وبعد كده هحط شوية زيت نباتي ابيض، وبعد كده هحط شوية مية، وبعد كده هقلب كل المكونات دهيت مع بعضها. على فكرة ممكن نعمل الطاجن دهوت من كل حاجة نص كيلو براحتكم، نص لحمة نص بصل نص طماطم، هيبقى روعة. وبعد كده هحط مكعب ماجي، كنت هنسى مكعب الماجي. هقلبه في اللحمة كده وكل المكونات اللي حطناها. بعد ما قلبت كل المكونات في اللحمة هنحطها بقى في الطاجن، وده الطاجن اللي هحط فيه اللحمة. وبعد ما حطيت اللحمة في الطاجن طبعا هقفلها بورق الفويل. وبعد ما قفلت طاجن اللحمة القمر هحطه في البوتاجاز على الشبكة من نص على درجة حرارة 225، وارجع لكم. ودي يا حبايبي طاجن اللحمة الجميل جدا جدا بعد ما استوى اهو. طبعا بنسيبه ياخد راحته خالص في السوا في الفرن. بص يا حبايبي، بصوا اللحمة عاملة ازاي، طاجن اللحمة روعة. طبعا انا سبت الطاجن لما يستهدى لان الفخار بيشيل سخونية جدا، لازم نسيب الطاجن لما يستهدى. ريحة الطاجن وهو في الفرن كانت قلبة الشقة. اعملوا طاجن اللحمة النيف نيف بطريقة ام احمد وبامر الله فوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو حبايبي لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، احبكم في الله، الف هنا وشفا، شير في الخير. نلتقي في فيديو جديد، سلام.